يعني عجبا لكم ايها الرجال. في رجاله يا جماعه بتستلذ كده وتستمتع انها تجنن الست وتخليها بتلف حوالين نفسها وانها تكون غيرانه عليهم قوي طول الوقت، وفي رجاله تانية بتتجنن لو مراتها ما غيرتش عليهم ويقولوا لها ايه ده، هو انت بطلتي تحبيني ولا ايه؟ انت ازاي مش غيرانه عليا؟ هو انا مش فارق معاكي ولا ايه؟ فانتوا بتحبوا ايه شيف حسن؟ لا ولا ده ولا ده. الغير والاعتدال. انت عايز بقى الست تمشي على الكتالوج؟ الوسط، الوسط خير الامور. الوسط طب ليه تسمحوا للراجل يغير قوي على الست والست لا؟ لا من لو هو الراجل طبيعته كده، الشرقي راجل الشرقي بالذات. والست الشرقية. ايوه بس هي في انت فين؟ رحت فين؟ جت منين؟ معرفش ايه؟ ويعني هو ما بيقولهاش كده؟ ايوه من حقه بقى وهي من حقها برضه، ما بتقولش حاجه بس بطريقه غير عاديه. الوسط زي الفل في كل حاجه. طب مش في رجاله بتجنن الست؟ وبيبقى قصدها انها ست تلف حوالين نفسها ويخليها تغير اكتر بدل ما يطلعها ويحتويها. في ست بتجنن الراجل. لا احنا النهارده في حاله يعني في الحاله دي النهارده احنا بنتكلم على الغيره الزياده من الست للراجل. طب هي بتغير كده يعني عشان هي مجنونه مثلا ولا عشان هي بتحب تنكد على نفسها؟ ما هي بتغير بسبب افعال هو بيعملها بتخليها تغير عليه. والله انت اللي جاوب على السؤال ده. ايوه بالظبط، بس خلي بالك انه لازم برضو يبقى عارف ان غيره مراته عليه مش قله ثقه، مش معنى ان هي بتغير عليك ده حب، ده اهتمام. يعني حاول تتفهم الفكره. ايوه هو حب واهتمام بس يبقى بالراحه. خلاص احنا خلينا ندي شويه نصايح للرجاله ازاي يفهموا الست. أيوة. وازاي يتعاملوا مع الست الغيوره، لان الغيره دي يا جماعه يعني حب. هو الشخص الغيور دايما بيخاف ان هو يفقد الشخص المحبوب، فهي طول ما هي بتحبك طول ما تعرف انها سوري طول ما هي بتغير عليك اعرف ان هي بتحبك ومقدراك وشايفاك حاجه كبيره جدا في حياتها، انت تقلق يوم ما تبطل تغير عليك. بالظبط، يبقى هي ما بتحبوش. خلاص مش وعلى فكره الراجل اللي ما بيغيرش على مراته ما بيحبهاش برضه. عايز اقول لكم حاجه مهمه انتوا الاثنين. من الحب ما قتل. من الغيره ما قتل. من كده من الحب ما قتل. يعني ما هو الحب بيتقلب لغيره فما قتل. بص يا شيف حسن، الغيره مشاعر، انت الناس ما بتقدرش تمسك نفسها انها تغير سواء راجل سواء ست. لكن عن المشاعر دي بينتج سلوك. خلينا نفكر كده السلوك اللي بينتج على الغيره ايه. ما الست بتغير على الراجل من ايه؟ من ستات تانية، من شغله، من اصحابه، من القهوه، من البلاي ستيشن. ما هو بقى يبدا يبطل ان هو يعمل حاجات بتضايقها. يعني هو شايفها مثلا، بصي هو شايفها مثلا هي بتغير عليه جدا علشان هو بيتعامل مع زميلاته في الشغل زيكم كده. بتغير عليه يبطل يزود معاهم ويحكي معاهم ويسال عليهم ويسالوا عليه، يعني بما ان دي بتعمل مشكله في البيت. هي لازم كمان تسيطر على السلوك ده. انا بقول لك يعني الغيره مشاعر، السلوك بقى اللي ناتج عن الغيره ايه؟ بتبدا الست تعمل ايه؟ بتبدا الست تزن، تتحكم، تسيطر، تقول له انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ يبدا الموضوع يقلب شك، يبدا زن، يقلب نكد. فلازم حتى لو بنغير نسيطر على السلوك الناتج من الغيره. اقول لكم يا بنات كمان، والغيره لو زادت قوي هتعمل زي الدبه اللي قتلت صاحبها. عارفين الدبه اللي قتلت صاحبها؟ كل شيء بيزيد عن حده من كتر حبها. فلازم يبقى في الوسط. كل شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده.